أصدرت كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بياناً أضافت فيه كيانين وأحد عشر فرداً إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها. وفيما يلي نص البيان. تعلن كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية أنها في ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه وفي إطار جهدها المشترك بالتعاون مع الشركاء الفاعلين في محاربة الإرهاب فإنها تعلن إضافة كيانين وأحد عشر فردا إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها وهي كالآتي: أولاً الكيانات: المجلس الإسلامي العالمي مساع، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. ثانيا الأفراد: خالد ناظم دياب، سالم جابر عمر علي سلطان فتح الله جابر، ميسر علي موسى عبد الله الجبوري، محمد علي سعيد أتم، حسن علي محمد جمعة سلطان، محمد سليمان حيدر محمد الحيدر، محمد جمال أحمد حشمة عبد الحميد، السيد محمود عزة إبراهيم عيسى، يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، قدري محمد فهمي محمود الشيخ، علاء علي علي محمد السماحي. إن الكيانين المدرجين هما مؤسستان إرهابيتان تعملان على ترويج الإرهاب عبر استغلال الخطاب الإسلامي واستخدامه غطاء لتسهيل النشاطات الإرهابية المختلفة، كما أن الأفراد نفذوا عمليات إرهابية مختلفة نالوا خلالها وينالون دعما قطريا مباشرا على مستويات مختلفة، بما في ذلك تزويدهم بجوازات سفر وتعيينهم في مؤسسات قطرية ذات مظهر خيري لتسهيل حركتهم. وتؤكد الدول الأربع من خلال مراقبتها استمرار السلطات في قطر بدعم واحتضان وتمويل الإرهاب وتشجيع التطرف ونشر خطاب الكراهية، وأن هذه السلطات لم تتخذ إجراءات فعلية بالتوقف عن النشاط الإرهابي. وتجدد الدول الأربع التزامها بدورها في تعزيز الجهود كافة لمكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتؤكد أنها لن تتهاون في ملاحقة الأفراد والجماعات الإرهابية وستدعم السبل كافة في هذا الإطار على الصعيد الإقليمي والدولي. وستواصل الدول الأربع مكافحة الأنشطة الإرهابية واستهداف تمويل الإرهاب أيا كان مصدره، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فعال للحد من أنشطة المنظمات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي لا ينبغي السكوت من أي دولة عن أنشطتها. كما تشكر الدول الأربع جميع الدول الداعمة لها في إجراءاتها في مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف، وتعتمد عليها في مواصلة الجهود والتعاون للقضاء على هذه الظاهرة التي طال شرها عموم العالم وأضرت بالإنسانية جمعاء. أيديولوجية المتاجرة بالدين واستخدامه كغطاء لتمرير أجندة التشويه والتخريب تتكشف في كل مرة تجدد الدول الداعية لمكافحة الإرهاب قائمة الكيانات والأفراد الإرهابية المدعومة قطرية. قائمة الإرهاب الثالثة جاءت هذه المرة بكيانين وأحد عشر فردا ممن تطبق عليهم شروط وأحكام الفكر المتطرف الإرهابي كاستغلال الخطاب الإسلامي لتسهيل النشاطات الإرهابية وتنفيذ عمليات إرهابية مختلفة. الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كيان إرهابي، وقد كان يرأسه مفتي الإرهاب يوسف القرضاوي أحد الأفراد المصنفين في قائمة الإرهاب الأولى. نال هذا الكيان الدعم والتمويل من النظام القطري وتم تأسيسه في عام 2004، وفي ذلك العام لبس الإرهاب غطاء الإسلام الوسطي لإزاحة كل الشكوك، خصوصا في ظل ما تعرض له العالم من هجمات إرهابية مروعة كهجوم 11 بسبتمبر عام 2002 والهجوم على القطار الإسباني في مدريد والذي تبنته القاعدة. فتح الاتحاد أبوابه من مشارق ومغارب العالم، أو هذا ما روج له على الأقل،
فقد اختير الأعضاء بعناية لترسيخ عقيدة جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة في شتى أنحاء العالم، وليشكل هذا التجمع أول خطوة لرسم استراتيجية إشعال الثورات العربية، كان ذلك بالخفاء، وأما في العلن إذا الجماعة رأت أنها في حاجة إلى من يفجر نفسه في الآخرين ويعني يكون هذا أمرا مطلوبا، وتدبر الجماعة كيف يفعل هذا بأقل الخسائر الممكنة. تلك وسطية الغرضاوي، إذن كيف هو تطرفه؟ القائمة ضمت أيضا ما يسمى بالمجلس الإسلامي العالمي، هو الآخر يتستر خلف ستار الدين ويعد من المنفذين لمخطط النظام القطري لتفتيت المنطقة، كما أنه يجمع أيضا أفكار الإخوان وتنظيم القاعدة ويتلقى الدعم المالي من عدة مؤسسات حكومية قطرية. بهذه القائمة تجدد الدول الداعية لمكافحة الإرهاب التزامها بدورها في إرساء الأمن والاستقرار، وأكدت في بيانها أنها لن تتهاون في ملاحقة الأفراد والجماعات الإرهابية.